زي ما الفشل سبب المؤسسة الدينية اللي مش واقفة في ظهره، برضو في سبب تاني. انت ايوه انت اللي قدامي دلوقتي، انتوا السبب. الزيادة السكانية دي ما ينفعش معها حل. وبرضو المؤسسات الدينية، انتوا فين؟ فين الناس دي؟ اسمع كده بيقول لك ايه. لما نقول لكم ان النمو السكاني هياكل البلد دي، احنا ما بنخوفكمش. وبنقول الكلام ده لكل المؤسسات اللي موجوده في الدوله، بما فيها المؤسسات الدينيه. بما فيها ايه؟ المؤسسات الدينيه. هل يرضي ربنا ان اللي احنا كنا فيه من 100 سنه، مش كده يا دكتور عاصف؟ تمام فندم. اول لوحه يرضي ربنا ان احنا كنا من 100 سنه نبقى كده، وبعد ما الدنيا كلها تقدمت زي ما احنا نبقى كده باللي احنا فيه دلوقتي؟ انا جاي وشايف كل ال خلي ال اهي. لا اللي قبلها من فضلك. ايوه دي. يعني هل ده اللي كان يكون موجود مثلا من 80-100 سنه فين؟ في المنصوره. دي طنطا بعد الزحمه. يعني اقصد اقول، طب هات المنصوره اللي قبل منها. لا اهو، مش هي دي برضه ولا انا مش هفهم؟ دي المنصورة. هل دي المنصورة من 100 سنة؟ ودي المنصورة دلوقتي؟ لا هات المنصورة بجد بقى اللي بقى. واللي تحت دي المنصورة. دي طنطا، دي المنصورة. دي شربيل. ايوه. انتوا يقول لك احنا دكتور الرئيس يعني ما يصعبش علينا يا دكتور عاصم. لا صحيح. يعني انت عايز تقول ان احنا من 100 سنه كنا كويسين لان الزياده السكانيه ما كانتش كبيره، صح؟ ده انا هجيب سيره ابوك دلوقتي. انت عايز تقول ان المصريين بسبب الزياده السكانيه الكتيره ما بقتش زي الاول حلاوه مصر زي كده. طب معلش، هو ابوك خلف كام؟ ابوك عبد الفتاح خلف كام واحد؟ طبقا للكلام اللي قدامي ده، ابوه خلف 13 واحد. انا ما اعرفش بقى 11 13 اهو. لا هات مصدر احسن من ده يا علي. الله، ايه الازاريطه؟ ممكن يطلع بيفتي. لا معلش، لا هات. ابوك خلف كام يا فتاح؟ وابوك مش من 100 سنه. ابوك خلف كام؟ وهل ابوك كان غني قوي كده؟ ده انت ما كنتش لاقي تاكل. ده انا عبد الفتاح هجيب لك سيره اخواتك اللي دايرين، اللي ما شاء الله اللي عملوا فلوس دلوقتي، وقرايبك اللي عملوا فلوس من ورا اسمك. ابوك خلف كام؟ يعني لو 13 يبقى انت كنت 14. يا سنه سوخه من 2 ستات، ماشي. بس ابوك خلف كام؟ وهل معنى ان ابوك خلف زياده عن 10 معناه انه قليل الدين؟ ما انت طالع تقول لي هل ده يرضي ربنا؟ فين المؤسسات الدينيه؟ هل ده يرضي ربنا؟ ومطلع لي الناس اللي خلفت كتير دي ناس قليله الدين 13. اهو ادي مصدر تاني، عبد الفتاح سي 13 اخ واخت، منهم 7 اشقاء رجلان وخمس نساء، وياتي الترتيب السيسي بينهما الثالث مع امهم بقى اسمها كذا، كما لديه 6 اخوات من غير اشقاء، منهم رجلان واربع نساء، وكانت امه جارة الحاج سعيد بحي خان الخليلي، وتملك محل بالخان وتقف. يا عم الله يكرمك، يعني انت عايز تقول لي ان اللي بيخلف كتير مفيش شيء عنده وازع ديني؟ ما انت بتقول اهو. يعني بص، هل ده يرضي ربنا؟ الدين فين المؤسسه؟ طب ما ابوك خلف 13، فرم 2 ستات، فرمهم هل ابوك كان قليل الدين؟ نسمعه كده وبيتكلم بقى على فلسفه ابوه بقى، نسمعه كده. تقول انا عندي حجيب وربنا يرزقني، ويبقى عندك 5 اولاد او 6، وتقول انا ربنا هيرزقني. ما حدش هينام من غير عشاء صحيح، لكن انت طلعت انسان ما كنتش بصير على نفسك، ما كنتش حسيب على ظروفك، وبالتالي
انا طولت عليك طولت عليك عاصم. لا يا فندم طولت عليك يا عاصم. معلش استاذ انزل يا عاصم كل شيء خد معانا شاي وعندنا شويه كيك وبتاع. طب يعني ابوك ما كانش بصير؟ كان مخلف سته من امك وبعدين راح اتجوز واحده تانية ولا خلف ولا من الاولى خلف سته وبعدين اتجوز واحده تانية خلف منها سبعه؟ ما كانش بصير على نفسه؟ ما انتوا عشتوا اهو ولعبت معاكم وقرايبك بقوا مشغلين دلوقتي واسمائهم في الحسين زي الطبل. قسما بالله انا عندي المعلومات عنهم زي الطبل وعملت فلوس زي الحلاوه دلوقتي. فابوك مشي بالفلسفه دي فانت بتنتقد ابوك دلوقتي؟ اطلع قول للناس كده. على فكره اعمل زي اشرف حكيمي بتاع المغرب لما قال انا لا اخجل من شغله والدتي. اطلع كده واجه الناس. او اعمل زي الراجل الاديب الروسي اللي قال انا ابن غير شرعي لهم. اعمل يعني اطلع كده راجل واطلع قول انا اتربيت. اعمل زي السادات. السادات قال لك انا كان عندي اخوات كتار جدا وكنا بنقعد لما اتنقلوا للقاهره كنا بنقعد في اوضه واحده ونزلت اشتري كبريت ما كنتش اعرف اقول كبريت فقلت للراجل اديني علبه كاس فريت فاللي واقفين ضحكوا عليا. اطلع قول كده. اطلع وقول ابويا كان ممرض. او اطلع زي عبد الناصر وقول ابويا كان بوسطجي في الخرنفش. يعني خليك كده ايه راجل كده. اطلع زي حسني مبارك خليك جريء. قال انا ما كانش دماغي اصلا ان ابقى نائب رئيس ده انا كنت رايح قبل الرئيس السادات اقول له انا عايز ابقى سفير مصر في لندن. ولما ساله عماد قال له اشمعنى لندن؟ قال له اصلها بلد الاكسرانسات. وخد كورس انجليزي عشان يحضر نفسه يطلب من رئيس السادات يبقى سفير مصر في لندن. فالسادات قال له انا عامل لك نائب. فاتنقلت حياته كلها. اطلع خليك جريء كده. انما تطلع تقول ويخلف سبعه ويقول لك ربنا بيجيب العيال برزقها. ابوك عمل كده. ابوك ورطنا. فما تعملش. اطلع قول انا بنتقد والدي الله يرحمه لانه كنا 13 واحد قبيله فريق كوره. على سبعة وسبعة سبعة وستة فكرتني بالفيلم بتاع رشدي أباظة وسميرة أحمد لما كان هي مخلفة سبعة وهو مخلف ستة وبعدين اتجوزوا بعض هما الاثنين في مش عارف فيلم اسمه ايه اللي سمير غانم عامل فيه مشهد خرافي قال له ده أنا اللي أديك أنا منه لا أبويا. يعني اطلع يعني اطلع اتكلم كده بقى. انا ما تعملش نفسك نصح على الناس وانك انت جاي من اسره كنتوا اتنين في البيت. وبعدين يقول لك لو فضلت الزياده السكانيه كده سوري مش هعرف احلها. حوش يا ولا النجاح يا ولا. حوش النجاح اللي مطرطش. انا نفسي اعرف انت جايب بجاحه منين. قال لك لو فضلت الزياده السكانيه كده انا مش هعرف احلها. ما تمشي. ما تمشي. انت ما حلتهاش انت بوظتها اصلا. انت عقدتها يا جدع. انت جيت وعندنا 36 مليار في البنك بقوا 33 مليار. انت جيت وعندنا 40 مليار ديون حضرتك بقت 157 مليار. انت جيت والدولار كان ب 8 بقى داخل على 30. انت جيت وانبوبه البوتاجاز ب 8 بقت يا راجل مش كده. انت جيت وكانت في ناس قاعده ببيوت وعايشه في بيوت كويسه هديت لهم البيوت وقعدتهم في الشارع. انت جيت كانت الدنيا حلوه. امشي. اتوسل اليك تمشي. اسمع بيقول لك ايه. تاني بقول لكم لو فضل نمونا السكاني بالطريقه ديت محدش هيقدر يحل المساله. ولا انا محدش هيقدر. وخلاص ارضوا بقى ما تقولوش ايه. رغم ان هو نفسه هو بيستثمر في الناس. هو نفسه بيستثمر في العدد الكتير من البني ادمين والله العظيم. بيجيب منهم سبوبه. اولا بيجيب اموال المصريين في الخارج بيدخلها مصر وشغلها. هو اكتر دخل لمصر دلوقتي اموال المصريين في الخارج. ده اولا اكبر دخل بتدخله مصر اموال المصريين في الخارج. ثانيا
راح يصدر 5000 عامل فلاح يصدرهم لليونان عشان الزراعة. أورو نيوز عشان ما حدش يقول لك جبت الكلام ده منين. مصر ترسل 5000 عامل زراعي لليونان. الأخطر بقى إنه حاطط عينه أو حاطة عينك على فلوس الناس دي، زي ما قالت وزيرة الهجرة عن شركة في البورصة هتتعمل في فلوس ليه على فلوس المغتربين. الشركة دي هتاخد الفلوس تحطها في المشروعات القومية. اسمع كده، اسمع. دي جماع المستثمرين، كبار المستثمرين المصريين في الخارج من أعضاء الجاليات المصرية أيضا، اجتمعت بيهم زوم يعني زوم ميتنج، وقلت لهم انتوا شايفين ايه؟ شايفين الآلية تكون ايه؟ هل هي تبقى هولدنج كامباني، شيل هولدر، هل تبقى صندوق، هل تبقى كده؟ فالحقيقه اتفقنا بعد هذا الاجتماع اللي هو مفروض ان هو هيترتب عليه مجموعات كبيره، مجموعه عمل اوريدي من المستثمرين ومن المسؤولين، انها تبقى الاثنين، انها تبقى هولدنج كامباني وتبقى وصندوق بيخدم على هذه الشركه الاستثماريه، بحيث ان الشركه الاستثماريه تبتدي بمجال او اثنين او ثلاثه، والصندوق ينزل فيه الاسهم لبعض الاستثمارات الكبرى بما فيها استثمارات هذه الشركات الثلاثه، واستثمارات المشروعات القوميه الكبرى بما فيها الاسهم يعني والسندات الخاصه بهذه الاستثمارات. يعني تقريبا نهب علني زي ما بيقول الاستاذ الكاتب الصحفي جمال سلطان. كتب بيقول ايه؟ بيقول إعلان الحكومة المصرية إنها بتخطط لاستخدام أموال العاملين المصريين بالخارج المودعة بالبنوك المحلية لعمل مشروعات في السنة الجديدة خطير جدا ولصوصية تهدد حصاد ملايين الشقيانين في الغربة، مثل ما استولوا على أموال التأمينات وبددوها، الآن يضعون أعينهم على أموال المصريين في الخارج. طب وبعدين يا سيسي؟ ما عندكش أي حلول؟ هتفضل تلبسها مرة في رقبة المؤسسات الدينية، ومرة في الزيادة السكانية، ومرة وعود ما بتتحلش. مفيش حل، مفيش حل. لا، في ثلاث حلول قالهم السيسي، نشوف كده. البلاد اللي حالتنا دي عايزة ثلاث حاجات، واحدة من ثلاث حاجات، يا إما صبر وعمل، صبر وعمل يعني صبر وشغل بس، وده مسار نشوف نتائجه بعد سنين طويلة، مش احنا ولا يا دكتور مصطفى، مش احنا، مش انا عشان سن يعني، لكن الشباب الصغير والممكن اسمعوا كلامي بس، اسمعوا كلامي. او ده مسار. المسار التاني ان احنا نسيب البلد دي يعني تضيع بقى، ما فيش فايدة. فين التالت؟ فين التالت؟ أنا بكتب وراك. فين التالت؟ والله العظيم ما قالش تلاتة ليه يا جماعة؟ لا، إزاي في تالت؟ أكيد يعني هو راجل بيعطل، بس هو قال مسارين، قال واحد من ثلاث مسارات، إما صبر وعمل وده نتائجه على سنين طويلة. انا بتكلم عن نفسي بعد عمري انا. اوكي، واحد قال له ربنا يديك الصحه يا ريس، قال لا اسمع الكلام بس، كفايه عليا كده، كفايه عليا احكمكم 40 سنه جايين، مش مشكله. والمسار التاني نسيب البلد تضيع. فين التالت؟ طب انا قاعد للتالت يا علي، عايز اشوفه. العب كمل كده. ان ربنا جاب لنا موارد مش في الحسبان يعني، ومحدش بيخطط لبلده كده، يقول لك انت مستنيين لما يجي لنا يعني ربنا يوفقنا يبعت لنا حاجه ناخد يعني نورس يعني نورس يعني نورس. عمك اللي في البرازيل يموت مثلا فيديك الثروه بتاعته؟ يعني ايه يعني؟ الثلاث مسارات اللي هو بيقول عليهم، البلد دي ملهاش غير ثلاث حلول. انه
اما صبر وعمل بس، وده نتائجه طويله قوي بعد سنين، او نسيب البلد تضيع، او ربنا يجيب لنا ثوره او ثروه موارد ما كانتش في الحسبان. عمركم شفت بلد نامت وقامت طلعت فيها حاجه ما كانتش في الحسبان سنه 2022؟ الكلام ده ممكن ينفع سنة 60، يعني التقدم العلمي ما كانش رهيب كده قوي يعني. فدول الثلاث حلول. طب ما في حل رابع يا عم فتاح، انك تمشي ويجي حد غيرك يحلها. يعني هو انت ليه مفترض انك انت قدر مقدور علينا؟ انت ليه مفترض كده؟ انت ليه افترضت اما ان احنا نصبر على سحنتك سنين طويلة، او البلد تضيع، او واحنا قاعدين كده يعني تنزل علينا من السماء ثروه. طب ما في حل انك تمشي، انك انت تمشي يا جماعه اللي بتحبوا السيسي بالعقل كده. الحل ان هو يمشي ويجي حد بقى تاني عنده قدره وعنده حلول وعنده استعانه بناس ويعالج القصه دي. انت فشلت، انت مش عايز تعترف ليه انك انت فشلت؟ انت واللي حواليك مش عايزين تعترفوا، رغم ان الارقام بتقول ان كنتوا فشلتوا، ورغم ان مفيش مشروع حتى الان اتعمل الا وفاشل، وبالدليل بالارقام. ما في مشروع دخلتنا فيه الا هو فاشل. ومش بس كده، وبالارقام ديوننا زادت، الجنيه اتدهور، حالتنا عدم، مفيش حاجه خالص في السوق، الدنيا باظت. طيب خلاص امشي. يعني ليه تفترض ان ربنا هيمطر علينا ذهب وفضه من السماء؟ مش هيحصل، مش هيحصل. ان الله ليس حدادا لديكم يصنع سيوف، مش هيحصل خالص. وبعدين حتى الورث اللي قبلنا ورثوه لنا، انت عملت بيه ايه بقى؟ انت عملت بيه فيه، عملت بيه البلد جزر، وتبيع بحور، وتبيع مش عارف مواني، عملت بيه. حتى الورث بتاعنا اللي خدناه من الاجيال اللي قبل كده انت عملت بيعه. فيبقى في حل خامس بقى، او حل رابع، انك تمشي وان ياتي حد غيرك. مش مهم بقى ديانته، مش مهم اي حاجه، بس حد يجي موظف يحلها ويمشي. ده الحل اللي بعده.